من تأخر دفنه مدة طويلة مثل ما نلاحظه في المستشفيات للجثث التي عليها جرائم أو غيرها، هل ينزل عليهم منكر ونكير؟ وهل ينعمان ويعذبان في قبورهم؟ هذا في الأمور الآخرة ما نتدخل به، نؤمن به. والميت من حين يموت فإنه يأتيه من عذاب القبر سواء دفن أو لم يدفن، قالوا سواء ألقي في البحر أو دفن في الأرض أو أكلته السباع أو الطيور أو صلب على خشبة، فإن الله قادر على أن يوصل إليه العذاب أو النعيم، وقادر على أن يأتيه الملكان ويسألانه. نعم.